بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بدر من قناة بدرتك قبل لا تركب مساعدات إذا كانت مساعدات عندك خربانة لا تركب مساعدات وكالة ركب مساعدات بروفندر وجهة نظر تحمل أكثر ثبات أقوى بشهادة كل من ركبه كسعر مقاربة جدا لسعر الوكالة وسعره مقبول جدا طبعا المن للمستخدم العادي يطلع للبر وأكثر مشاويره داخل الديرة. هذا ممتازة جدا خيار مثالي 100%. السعر بالنسبة لي أنا يا الفورتشنر سعرت عن الفورتشنر الأربع ب 1200 1250 الوكالة من 800 ل 1000 ريال. وتقريبا 1000 ريال أنا كل الأسعار تقريبا اللي شفته مقارب ال 1000 ريال. ففرق 200 ريال تعمر معي أطول تخدم معي أكثر وثبات يعني فرق 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 ملاحظ جدا عن الوكالة. هذا واحد اثنين علشان يعطي ثبات اكثر اليايات اه أي اللييات دبنسون، اليايات دبنسل اليايات دبنسل انا ما راح اتكلم عنه يا ليت اللي جرب يتكلم عنه لانه يعطي شهادة تجربة لانه غنية جدا عن التعريف تعطي ثبات مرونة دلع اكثر من الوكالة مليون مرة السعر تقريبا من 1200 وطالع اه عندك السوبر برو جلد المقصات جلد المقصات الياباني اسوأ نوع يخرم معك يمكن بشهر اذا انت يعني كل شوي تطلع على البر او يمكن بعد يعني ما تكمل معك شهرين مستحيل لانه سيئه جدا الياباني الوكاله تعطي تماسك للموتر ممتاز جدا تخدم خدمة طيبة يعني من سنة إلى سنتين بس سعره كم؟ 1173 ريال الجكسرات من 98 إلى 2007 حسب تسعيرة قبل شهر تقريبا من محل قطع غيار ويفرق من محل الى ثاني. <applause> عفوا. هذه تخيل كم انا سعرتها من اي بي ودخلت على موقعهم الرسمي موقع سوبر برو دخلت على موقعهم الرسمي مكتوب ضمان مدى الحياة تصنف هيفي ديوتي يعني تحمل شاق او تحمل اقوى فتعطيني خدمة اكثر عمر اطول تماسك ممتاز لا فوق الممتاز الممتاز هذا الوكالة هذا ممتاز بلس فأنا أنصح وأنك إذا ركبت الثلاثة هذه أو الخلطة الثلاثية للموتر راح يعطيك شعور أو متعة بالقيادة غير شكل شيء عجيب جدا 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 أصحاب التجارب ما نستغني عن تجاربكم نصايحكم نخليه منتدى مفتوح لأنظمة التعليق والأكثر راحة طبعا الغاز إحنا ما نتكلم عن الغاز الغاز الاستخدامات الشاقة اصحاب المزارع او القنص او الصيد او اللي دايم بل بالرام. هذا يصلح لهم الغاز انا ما يصلح لي غاز انا يصلح للنوع هذا بس كافي واكثر من كافي وهو على حسب الاستخدام يعني ما تشوف انه هذاك غاز تكون لا بركب غاز ينفع ما راح يم... يعني خسارة انك تركبه وانت ما تطلع على البردايم ولا تعطيه حقه وشكرا لكم